في قصصهم عبرة مع سحر عبد الله والأستاذة اعتدال إدريس. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بألف خير مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية. نبدأ حلقة جديدة من برنامج في قصصهم عبرة، معكم أنا سحر عبد الله والأستاذة اعتدال إدريس. هلا وسهلا فيك من جديد. هلا وسهلا فيكم، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا بقصص القرآن ونتعرف على العبر والعظات اللي فيها، لأنه قلنا إحنا من أول حلقة، يعني ممكن الناس يرجعوا للحلقات الأولى يتذكروا إنه إيش الهدف من القصص في القرآن، كيف نفهم التاريخ، كيف نفهم القرآن، نفهم قصص الأنبياء، كيف نعرف إنه قديش هم عانوا حتى يوصلوا الفكرة ويوصلوا التوحيد الله سبحانه وتعالى. بالأمس كنا بنتكلم عن مين؟ وقفنا عند قصة سيدنا صالح. سيدنا صالح عليه السلام، نعم. وقلنا إحنا إنه من الأنبياء العرب أربعة: سيدنا هود، وسيدنا صالح، وسيدنا شعيب عليهم السلام، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى رسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، أتعرف من الأنبياء أربعة؟ هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هم من العرب، والباقيين اللي يكونوا من الكنعانيين أو الكلدانيين أو شيء، يعني ما هم من العرب فيها. طبعا قلنا عن العرب العارب والعرب المستعربة، وأساسا عاد هم أصحاب الحجر، قوم هود اللي هم ثمود أصحاب الأحقاف. يعني عشان كده لما تعرف: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومها بالأحقاف، وأصحاب الحجر كذبت أصحاب الحجر المرسلين. فعندنا سور في القرآن بأساميهم هم. فعاد اللي هم قوم هود عليه السلام، اللي هم فين؟ في الأحقاف. وقوم صالح زي ما أمس تكلمنا وقلنا أنهم مدائن صالح، وحتشوفوا كيف، يعني أنه قلنا لهم: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فارهين يعني زي ما تقولي إيش، يعني رفاهية زيادة. نعم، هم كانوا ساكنين في السهول، لكن يروحوا الجبال وينحتوا منها البيوت. الآن اللي بيروح مدائن صالح يشوف قمة العمران وقمة الهندسة اللي هم سواها فيها، كيف كانوا سبحان العظيم. لكنهم كانوا إيه؟ وإذا بطشتم جبارين، كان يذكرهم: فاتقوا الله وأطيعون. فكان يقولوا لهم، طبعا قاعدوا مع يا صالح وإن إيه إنك من المسحرين، بعد كده يقولوا: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نفكرك تكون أحسن من كده، أتريك أنت إيش طلع، يعني أنه كان في مكانة وعزة من قومه، لكن أنت لأ. فأتنهانا ما نعبد آباؤنا، طول الكلام هذا، هذه الحجة حقة المكذبين سبحان الله العظيم. حتى الله سبحانه وتعالى يقول: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا إيه يكسبون. يعني استحبوا العمى، ما هم راضين فيها. آخر شيء وصلوا لي قالوا له: شوف يا صالح، تبغانا نؤمن بيك، نبغى منك آية. إيش الآية اللي هم طلبوها؟ الآية ناقة، اللي هو أنثى الجمل، أن الجمل هو الذكر والناقة هي أنثى الجمل. وسبحان الله العظيم في الجمال، يعني إحنا لما نقول جمل فهو يعني يطلق به على جنس الجمال، سواء كانت جمل أو ناقة. طيب الله سبحانه وتعالى هو الإبل، يسمى الإبل: أأنتم أشد خلقنا من السماء، بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها إيه ماءها ومرعاها والجبال أرساها. هذه عظمة الله في الإيش، في الكون حولنا. في سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الإبل كيف إيه خلقت. خلق الإبل عظيم، أنت بنفسكم لما تجي تشوفوا الجمال كيف، وهو جمل عادي تحس إن هو كبير سبحان الله العظيم، وعشان ينزل ويقعد هذا شوف النزول والطلوع حقه أمر غريب سبحان الله العظيم. الجمال فقالوا له: شوف، إحنا نبغى تخرج لنا من هذه الصخرة. وحددوا له صخرة معينة، يعني شوف كيف التكذيب والتعنت، نبغاك تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء. يعني إيش عشراء؟ يعني تكون حامل. طيب وصفتها كده وكده، بدأوا يتعنتوا في الصفة حقتها، يعني في الطلبات تكون لونها أحمر وتكون كبيرة وتكون أظلافها كده، يعني رجولها وتكون عيونها كده، يعني يتعنتوا تعنت شديد، زي لما تقول أعجزك، أنا أعجزك يعني، وأطلب طلبات تعجيزية وتخرج لنا هي من هذا هنا، تكون عشراء حامل
ولما تخرج تولد ومعاها فصيلها اللي هو ابنها وفصيلها يكون كبير مرة يتحدوا. وهذه الناقة من كبرها وعظمتها إنه تشرب ممكن موية القرية كلها. فقال لهم صالح: طيب لو أنا خرجت لكم هذه تؤمنوا؟ قالوا له إيوة، لو حققت لنا هذه الآية أنت إيش؟ إحنا حنؤمن بيك. فقال له: طبعا ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين لو أنت صادق. فقال له: طيب. طبعا قبل ما يطلبوا الآية هذه ويطلبوا هنا كانوا يقولوا له: يا إيش اتطيرنا بك وبمن معك، يا شيخ إحنا تشاءمنا بيك، أنت شؤم علينا. كان يقول لهم قال إيش قالوا: اطيرنا بك وبمن معك، قال: طائركم عند الله، بل أنتم إيه قوم تفتنون. بدأ سبحان الله العظيم وكل الحجج كل البراهين هم رافضينها. لما طلبوا دي الآية قال لهم: طيب لو أنا خرجت لكم هذه الآية تؤمنوا؟ قالوا له: نؤمن. فتوجه صالح وبدأ يدعو الله ويسأل الله إنه يخرج لهم هذه الآية، وهم واقفين بيستنوا. فجأة لقوا الصخرة انشقت وخرجت منها الناقة اللي هم طلبوها بالضبط، يعني بنفس الصفات. وهذا طبعا آمن معه ناس وكفروا ناس، فضلوا على هذا. طبعا هو إيش قال لهم: شوفوا أنتوا طلبتوا الناقة دي، بس هذه لها شروط. إيش شروطها؟ لا تمسوها بسوء، لا حد يأذيها، لو مسيتوها بسوء هيأخذكم عذاب أليم حتى اللي ما آمنوا. وقال لهم: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. دي لأنها كبيرة أنتوا تشربوا يوم وهي تشرب يوم. اليوم اللي هي تشرب منه أنتوا تستفيدوا من حليبها، حليبها كان يكفي القرية كلها. في اليوم اللي ما يشربوا فيه من المياه، طيب الحليب حقها يجي كل القرية يشربوا منها من كبرها وعظمها. واليوم اللي هي ما تشرب هم إيش يشربوا ويستقوا منهم. طيب: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فضلوا على كده فترة من الزمن يقعدوا يشربوا وهي تشرب يوم وهم يشربوا يوم. وطبعا وما زال صالح يدعوهم إلى عبادة الله وإلى توحيد الله، واللي آمنوا معه قليل، ترى ما هم كثير اللي آمنوا. يعني شوفي كيف سبحان الله بعد هذه المعجزة اللي صارت يعني. ايوه، والطلبات اللي انتم طلبتوها التعجيزية وجات وما آمنوا لأنه كان فيهم كبر. ترى شوفي يا بنتي، شوفي يا أحباب، يعني فعلا أكثر شيء يخلي الإنسان ما يتبع الحق الكبر غمط الحق وبطر الناس، يستكبر. يعني واحد ممكن يكون غلطان، الكبر عنده ما يخليه يعترف إنه هو غلطان. ممكن تكون الآيات والبراهين قدامه واضحة، الكبر في نفسه ما تخليه يتنازل ويعترف إنه هم صح. فعشان كده سبحان العظيم معظم المشاكل بتيجي من إيه؟ من الكبر. الكبر مو شرط إن أنا أتكبر بملابسي ولا بمالي، الكبر حتى ممكن برأيه الإنسان، يشوف رأيه هو أحسن رأي، ومين أنا حتى أتنازل لرأيك، ومين أنا حتى هذا، حتى في المناقشات العادية. طبعاً ممكن إنسان بيتناقش مع إنسان عادي والحق مع ده، بس عشان الكبر ما يبغى يعترف. هي دي المشكلة، هذه مشكلة هنا. فبعد كده إيش كان في مجموعة من القوم، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إيش هدول سووا دولة؟ طبعا هو قصتها يقولوا إنه في كانت امرأتين. طيب هذه المرأة اللي هي سبحان الله العظيم من ثمود، كانوا ليهم حسب ومال وعندهم يعني أشياء كثيرة. هذول المرأتين عرضوا نفسهم للقوم، لعلية القوم، قالوا إنه أنتوا عقرتوا الناقة هذه كانت واحدة فيهم ذات حسب ونسب، دعت ابن عم ليها وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة، عقرها يعني قتلها. واحدة كانت عجوزة كانوا عندها 4 بنات، عرضت بناتها 4 على واحد اسمه قدار بن سالف، هو ده إذ انبعث أشقاها. هذا في الآية اللي هو إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. أشقاها ده اسمه إيش؟ قدار بن سالف. قالت له: أزوجك بناتي 4 كلهم إن أنت عقرت الناقة، واختار أي واحدة من دي البنات. هدول الشابين طيب بدأوا ينادوا في القوم ويقولوا
انه صارت الناقه دي تفزع مواشينا وتشرب، يعني زي ما تقول صار يعملوا تهييج في المجتمع. وهذا سبحان الله العظيم للواحد فتنه، يعني فتنه تهييج الناس، وهذه ننتبه منها ترى يا جماعه، لانه في بعض الاحيان الناس يبداوا يهيجوا المجتمع. أيوة. يذكروا مثلا بعض المواقف يقوموا هيجوا، والناس عاده بيمشوا مع كل ناعق للاسف. فهذول ايش بداوا يسعوا في بقيه القبيله، حسنوا ليهم عقرها انهم يعقروا، قاموا ايش جاوبوهم وطاوعوهم لهذه. فصاروا يجروا، جو على صلاه الفجر على وقت الفجريه كده، جو يجروا ورا الناقه بدهم يقتلوها. الناقة هربت منهم، هي آية من آيات الله كبيرة وعظيمة، فهربت منهم، فصارت إيش تجري منهم، وصارت تنادي اللي هم يسموها رغاء، صوت الإبل يسموه رغاء، صارت ترغي عشان تحذر فصيلها إنه إيش انتبه انتبه يا فصيلي، يعني اللي هو يا ابني لا يقتلوك. صاروا يجروا وراها ألين سبحان الله العظيم بدهم يمسكوها في مكان معين. هربت منهم فتبعها من قدار ابن سالف. جميل، حنطلع فاصل. نطلع فاصل عشان نشوف ايش عمل. يلا فاصل، راجعين مستمعين. في قصصهم عبرة مع سحر عبد الله والأستاذة اعتدال إدريس. إن شاء الله تكونوا مستمتعين معانا مستمعينا في قصص القرآن، واليوم طبعا قصتنا عن قوم سيدنا صالح. فرجعنا من جديد ونكمل. طيب بعد ما متحمس إنه تبعها تبعها فصارت تهرب منه. طبعا عشان بده يمسك فيها إنه يقتلها، ما حيقدر يقتل ناقة كبيرة. إيش عمل؟ رمى رجولها أقدامها. فطبعا لما أصيبت في قدمها طاحت على الأرض. طيب اللي هو ايه، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر الناقة، يعني كسر رجلها، ضرب رجلها فسقطت على الأرض، يعني اللي هو عرقوبها رجلها ضربها هنا فخرت ساقطة على الأرض. فصارت ترغي اللي هو ايش، يعني الرغاء اللي تحذر فصيلها انه ايش هذا. فطعن لبتها اللي هي فين، دائما الجمل لما يجي يذبحوه، طيب يذبحوه فين، عند رقبته، عند اللبة هنا يطعنوا، فيقوم العرق اللي هو يوصل لها للقلب هو اللي سبحان عظيم يموت، لأنه ما يقدر يقتل في أي حتة، لو ضربوها في السنام ولا شيء ممكن يعيش، لكن عند اللبة هنا اللي تموت فيها سبحان الله. فضرب لبتها فخرت ساقطة على الأرض ورغت رغاة واحدة عظيمة تحذر ولدها. بعد كده طعنها فصيلها، صعد لجبل منيع صار يجري، وبعد كده صار يجر وراء أيضا وعقروا فصيلها. يعني شوفي كيف سبحان الله العظيم، حتى هي على فصيلها إيش عقروا. الله سبحانه وتعالى يقول فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، ولا الآية اللي هي إذ انبعث أشقاها في الحديث عن عبد الله بن زمعة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة، يعني كان بيحكي أصحابه عن الناقة، وذكر الذي عقرها فقال إذ انبعث أشقاها، فقال إن بعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة، يعني في واحد يعني في قريش أيها شبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا المقولة اللي قالها لعلي بن أبي طالب، ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال بلى. قال رجلان، أحدهما أحيمر ثمود، هو كان في بياض بحمرة، لأنهم دولة قوم ثمود كانوا بيض وعمالقة كبار وبيض، يعني وجههم أبيض، فكان أحيمر دائما الأبيض يطلق عليه أحمر، أحيمر ثمود الذي عقر الناقة. مين الرجل الثاني؟ قال له والذي يضربك يا علي على هذا، يعني إيش على قرنه على رأسه، حتى تبتل منه هذه يعني لحيته. فإذا هم أشقى الناس اللي عقر الناقة واللي قتل سيدنا علي رضي الله إيش عنهما. وقال تعالى فعقروا الناقة وعاتوا عن أمر ربهم. وبعد ما عقروها طبعا صالح قال لهم انتوا ايش سويتوا، انتوا قتلتوا ناقة الله. ايش قالوا له؟ يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين من المرسلين، لو انت صادق ومرسل انت ما قلت لنا حيجينا عذاب، يلا ورينا العذاب اللي بعد. طيب ما قتلناهم. ايوه ايش قال لهم؟ قال لهم تمتعوا، فعقروا الناقة فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. عندكم 3 أيام، بعد 3 أيام حيجيكم العذاب. طبعا ما هم مصدقينه، أو طبعا إيش
لما قال لهم تمتع في داركم 3 أيام برضو ما كانوا مصدقين، فقاموا إيه؟ فقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهل مهلك أهله. طيب قرروا إنه داقوا الدار مع مجموعة مع 9 أنفار يأخذوهم ويروحوا يقتلوا صالح في الليل هو وأهله، ويقولوا لعيلته والزي ما تقول العصبة حقته ما شهدنا مهلك أهلي ما شفناهم. هم رايحين في الليل عشان يقتلوا صالح، وهذا ربنا أرسل عليهم حجارة، المجموعة دولة ماتوا كلهم، 9 الأنفار اللي قرر يقتلوا صالح. طب لسه الآن العذاب إيش؟ لأنه ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم إيه أجمعين. بعد كده طبعا بدأوا يوم الخميس، كان يستنون 3 أيوة يوم الخميس كان أول يوم اللي هو ربنا إيش أنظرهم، اللي هو صالح قال لهم هو صحوا يوم الخميس كلهم وجوههم إيه مصفرة، كل القرية طبعا ما عدا المؤمنين وجوههم صفراء. فإيش طالعوا إيش وجهنا أصفر؟ غلق اليوم، قالوا غلق يوم من الأجل وما صار لنا شيء. في اليوم الثاني من يوم التأجيل كان يوم الجمعة، صحيوا وجوههم محمرة كلهم محمرة، فلما جاء المساء قالوا أهو مضي يومين من الأجل. في اليوم الثالث من أيام اللي هو أنظرهم فيه يوم السبت، صحيوا كلهم وجوههم مسودة سودة، شوفي صفراء حمراء سوداء. طيب ولما انتهى المساء قالوا انتهى الأجل ما صار لنا شيء. في يوم الأحد عرف أن العجية حجيهم العذاب، كلهم اتحنطوا وتأهبوا وقعدوا ينتظروا إيش نوع العذاب اللي يجيهم، ما هم عارفين، لأنه هو كان يقول لهم شوفوا قوم عاد شوفوا إيش العذاب اللي جاهم. لما انعقروها خلاص، لما تقول إذا وقعتي أفصيح لا تصيح، هم وقعوا خلاص وجاهم العذاب، ما هم عارفين كيف العذاب. قوم عاد جاهم إيه؟ ريح صرصر عاتية شالتهم ورمتهم وكانت تخلع عروسهم. طب هذول إيش العذاب اللي حيجيهم؟ لما أشرقت الشمس في يوم الأحد جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم ورشفة شديدة من الأرض من أسفل منهم. فسبحان الله العظيم، تعرف الألعاب اللي لعبوها في الملاهي؟ طيب لما تيجي تنزلي وتطلع تحسي كده روحك تطلع وتنزل كأنه حلقك ينزل ويطلع، صح ولا لا؟ هذا اللي حب الألعاب، وتجي تنزل تحسي قلبك نزل ولا معدتك طلعت ونزلت، صح ولا لا؟ هذا اللي بيركبوها. فهذه من أسفل ومن فوق، صيحة قوية جدا ورجفة من أسفل، هنا غاصت أرواحهم وسكنت الحركات خلاص، زهقت نفوسهم لأنه إيش أطبقت عليهم من فوق من أسفل. سبحان الله العظيم، خشعت الأصوات فأصبحوا في دارهم إيه جاثمين، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا إيه لثمود، ماتوا كلهم. هنا صالح تولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ما تحبوا الناصحين أنت؟ هذا نفس الشيء اللي بتلاقيه في ناس بينصحوه، بعض الأحيان في ناس ينصحوا ده الإنسان خلاص مقفل مخه الكبر ما يسمع، ما يسمع للنصيحة. فشوف هذا استر لهم. طبعا سيدنا صالح خرج من عندهم خلاص هناك. أبادتهم كلهم خلاص، خرج وجلس بعدها فترة وبعدها مات سبحان العظيم ودفن سيدنا صالح فيها. فهنا سيدنا صالح انتهت قصة سيدنا صالح عليه السلام في هذا المكان. طبعا تيجي واحد يقول لما سيدنا صالح كان بيكلمهم يقول لهم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، هل كانوا يسمعوا؟ ما كانوا، هم في عالم البرزخ بيسمعوا. زي لما في غزوة بدر لما قتلوا الكفار ورسول صلى الله عليه وسلم وضعهم في قليب بدر، فكانوا إيش يقول لهم؟ يا أهل القليب يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقام عمر رضي الله عنه قال له يسمعوك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون، بيسمعوني زي أنتم بتسمعوني دحين لكنهم ما يقدر يجاوب، خلاص ما يقدر يجاوب خلاص لأنهم في عالم البرزخ وانتهى وضعهم. فهدولة لما سيدنا صالح ما قال لهم ولكن لا تحبون الناصحين خلاص ندم ولكن إيش
ما يفيد الندم. وهذا اللي إحنا لازم ننتبه له يا أحباب، إذا الإنسان مر بأحد ينصحه لا يستكبر، يستمع للنصيحة، لأنه قد يمر به الندم. وبعض الأحيان الندم ما خلاص ما يقدر يرجع، ما يقدر يتراجع، قيده مشي في الموضوع ولا قيده مشي في الخطأ. فهنا الإنسان سبحان الله العظيم ينتبه، إذا أجاءك ناصحا الإنسان أو الآخرين فاستمع إلى نصحهم ولا يأخذنك الكبر. في بعض الناس كانوا مشاركوا في المعصية وبعضهم رضيوا بالمعصية بقتل هذا ما نهوهم، ومع ذلك عذبوا. ليه؟ لأنه اللي يرضى بالمعصية وحتى لو ما شارك فيها قد يعذب فيها، لما جات مشترك فيها. لما أم سلمة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا حم الخبث. وحتى كانت بتقول له يعني لما في قرية الله سبحانه وتعالى أرسل عليها العذاب، فبيقول له جبريل عليه السلام فيها رجل صالح، فقال له إنه لم يتمعر وجهه قط. فإحنا هنا يا أحباب ما اعترض ما تكلم، صح ما حد قال لك أنكر بيدك ولا شيء، لكن في عندك أنت نصيحة انصح بيها وادفع بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لو سكت كانك راضي، كانك راضي. أحسنتي. فهنا الواحد الإنسان لما تشوفي أخطاء قدامك حاولي أنك أنت تنصحي بالموعظة الحسنة بالكلام الطيب، لا نشاركهم فيها ولا نرضى بالمعاصي. هذه كانت سبحان الله العظيم قصة سيدنا صالح، عبرة من كل قصة سبحان الله. أيوة يعني لأنه الله سبحانه وتعالى حياتنا يعني كل شيء، كل شيء يدخل فيها عن الحق كلها موجودة. ولو تشوفي كل راية يرفعها النبي، كل راية أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أعبدوا الله، لا تفسدوا في الأرض، لا تتجبروا فيها، لا تستكبروا فيها، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني بعض الأحيان تجينا والله يا بنتي مثلا قحط أو جذب أو شيء بأيدينا، وبعض الأحيان تجي الإنسان مصائب بيده هو. ليه؟ لأنه بعيد عن ربنا. أول شيء يعني تكون للإنسان ابتلاءات هو رفع درجات، رفع درجات للإنسان وكفارة له، لكن يأذن الإنسان يراجع نفسه، أنا إيش عملت، إيش سويت أنا من ذنوب أو شيء، أراجع نفسي. ولو ما سوى ذنوب يسأل الله إنه يكون هذا رفع درجات له كفارة. انتهت قصة سيدنا صالح عليه السلام، انتهت الحلقة. سبحان الله العظيم، الوقت المناسب. إن شاء الله بكرة حناخذ قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام إن شاء الله. حنخليكم اليوم مستمعين وبكرة إن شاء الله قصة سيدنا إبراهيم، إن شاء الله تنبسطون معانا كل يوم تستفيدون. وحقيقي يعني كل قصة لها عبرة بحياتنا اللي حنا عايشينها، يعني من جد توصلنا رسالة لازم نقتدي فيها إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا مستمعينا، ونقول لكم فمان الله.